معالي الدكتور خالد بن محمد عطية وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، سعادة السيد عبد الله ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس، حضرات السيدات والسادة، حضرات الضيوف، يطيب لي بمناسبة هذا الحفل البهيج أن أرحب مجددا بمعالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر الشقيقة في تونس، وأن أعرب له من خلاله إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا عن بالغ السعادة باستقبالهم في بلدهم الثاني تونس. كما يسعدني أن أعرب لمعالي الدكتور خالد بن محمد العطية عن شكر تونس حكومة وشعبا لسمو الأمير تميم وللحكومة والشعب القطري على الدعم والمساندة الأخوية التي لقيتها بلادنا من دولة قطر خلال واحدة من أهم الفترات الحاسمة من مراحل انتقالها الديمقراطي. توجت والحمد لله بنجاح تونس في تدعيم أسس بنائها الديمقراطي وانتخاب مؤسساتها الدائمة، بما يؤهلها الآن للانصراف بكل ثقة وحزم نحو رفع تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية. وأود أن أعرب ونحن نحيي هذه المناسبة السعيدة عن عزم تونس الراسخ على توثيق علاقات أخوية مع شقيقتها قطر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، خدمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تيسير وتفعيل مهام الصندوق، خصوصا في دعم بعض المشاريع من قبل الكفاءات الشبابية التونسية، وسعيا لمزيد تفعيل دور الصندوق والرفع من إسهامه في خدمة أهداف التنمية في تونس. أغتنم هذه الفرصة للتأكيد مجددا على ضرورة التسريع بتفعيل لجنة الإشراف المشتركة المنصوص عليها بالملحق التعديلي المتعلق بمنح هبة قطرية في مجال دعم المشاريع التنموية بالجمهورية التونسية، حتى يتسنى لنا معا على أفضل وجه تنسيق تدخلات صندوق الصداقة القطري بشأن تبويب المشاريع ذات الأولوية في مجال التنمية. وإذ أجدد في الأخير الشكر والامتنان لقيادة دولة قطر على بادرتها الخيرة، فإنه لا يسعني إلا الإعراب مجددا عن تطلعي إلى نجاح صندوق الصداقة القطري في مهمته السامية من أجل المساعدة على رفع تحديات التنمية لتونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.